اهلا وسهلا لافامي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم فيديو جديد على قناتي. معكم سكينه من قناه سوكيز لايف. بغيت نشكركم بزاف على التعاليق ديالكم، على الكلام الزوين ديالكم. اخر فيديو حطيتو لكم تفاعلتوا معايا فيه، عجبكم والله يخطيكم. مؤخرا كيوصلوني بزاف ديال الميساج، فين غبرتي سكينه؟ اش هاد الغبور؟ غبرتي عندنا في الانستغرام وحتى في يوتيوب. صراحه كان عندنا شي حوايج اننا نقضيوهم، ودابا حنا رجعنا الحمد لله، حنا رجعنا. وبالنسبه الفيديو ديال اليوم، بغيت هاد الفيديو صراحه بغيتو يصدق لي، الا صدق راه بيان سور غادي نحطو لكم. اللي بغيت نقول لكم قبل ما غادي نقول لكم شنو هو الفيديو، ما تنساوش انكم ناس جداد تنزلوا تابونا عندي وتشجعوني بلي لايك ديالكم، وما تنساوش دخلوا عندي، هذا هو الانستغرام ديالي، انا نخليه لكم. في الانستغرام ديالي كننزل لكم اليوميات ديالي. ودابا غادي ندوزو للموضوع ديال الفيديو. صراحه كان وصلني واحد الميساج من عند واحد الفان، قالت لي بلي خاصني ندير مقلب في خالتي جميله. بغيت نشكرها على الفكره، شكرا بزاف. هادشي علاش كنقول لكم دخلوا عندي الانستغرام وصيفطوا لي في الديريكت افكارها كي نديرهم ونبارطاجيو معكم. بغيت نشكر هاد البنت بزاف، وصراحه عجبتني الفكره اللي قالت لي انني نديرها لخالتي. عجبني هاد المقلب بحكم انني منيت وما درت مقاليب من قبل رمضان، ما حطيت لكم في مقلب. المقلب اللي قالت لي انا وخالتي جميله غادا تكون طيبه شي حاجه، وهذا تكون طيبه شي حاجه وانا نبدل لها الماكله ديالها. وفاش تحطها لينا تكون هذيك الماكله باسله، زعما ما بنيناش، تكون لها علاقه بالماكله ديالها. انا صراحه كنت قلتها لفائزه، قلت لها اقترحت لها زعما الفكره وعجباتها، قلت لها زعما كاين، يعني انا صراحه كنت باغا نديرها حتى للفائزه، ولكن خاص لي عاوني زعما بحال تلهي لي خالتي باش نبدل الماكله ونحط هذيك الماكله. وكنت قلت لها امتى خالتي غتكون دايره اللوبيا؟ صراحه اللوبيا كديرها زوينه، صراحه كتعجبني. وانا دابا لقيتوني طيبت اللوبيا، ولكن طيبتها بطريقه خايبه، زعما درتها الكرافس، درتها طريه ما هماش، المهم لا علاقه. زعما دابا انا ان شاء الله مدايره مع فائزه، راه خالتي مطيبه اليوم اللوبيا، وقالت لها راه غتجي عندنا في سكينه غتاكل معنا. صافي انا دابا راه طيبتها كيف ما قلت لكم، درت عطريه لا علاقه بالعطريه ديال اللوبيا، درت فيها حتى الكرافس حتى وزتو. وديك الساعه خليكم معايا غتشوفوني كيفاش غادي نديرو، وانت تما وكيتزادوا الافكار. ما نطولش عليكم، يلا دابا ندي معايا اللوبيا ونمشيو عند خالتي جميله. دونك فوالا، هذه هي اللوبيا اللي طيبت، فكرت انني نزيد عليها الملح. دونك فوالا البنات، ها هي اللوبيا. دابا غادي نمشي ونشوف شنو غادي يوقع. No, 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 no,
ما درناش الطاسه كي درناش كتصبقوني في سطوريات وكان طيب نتوما ديروا سطوريات راسي دارلي ديما دايره الزيف. ايوا دابا الزوينين دابا ان شاء الله ماما ديرنا اللوبيا اللي معروفه بها. الله يحفظكم ليا ويجيكم بيزوات ليكم. الله يحفظكم لينا ويجيكم. يلاه تتبان اللوبيا ونبينوها لكم. الله يحفظكم بابا. امتي ايوا بابا راه صبينا. لا ديما تدخلي حنا صبينا. لا انا واش طب لا كل راه ماما كتصب داك زويتنا تخوحال. ماما كاين زيت وكحل كاين جدا كاين واحد طول لي يلا كاين زيت وكحل نتوما تشريتي وهاهي يلا دير في الطويسون كاين طويسات صغار بصحة. ها اللوبيا الواعرة هاكا بنتي ها هلا قولي بريسو كاينة. قولتو كاينة. واو 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 يا سلام يا سلام على الدنيا بنتي دير لي شوية ديال مثل العشاء. الهيصة اللي بغا الهيصة ضروري هاكا يعيش شوية الله عطي نعيمة عطي نعيمة. أنا ما كنشربش الماء. نعطيك الليمون بابا. أنا عصرته بيدي بابا. عطينا ويحيد لنا مالك مالها بابا. وكلاسة بابا كلاسة ولكن جميلة مالحو يا بابا وعادي كتوقع شوف يا بابا ما كليتش من كتلك. ايوا بابا فاش شنو متبع؟ متبع واحد الفيلم زوين بزاف عاد هادو واحد الناس بغاو يجعلوا من البصل جنود ليلهم. تيضربوا لهم الشوكات القوه باش يوليو خارقين. المشكل اللي وقع هو ان اللي دار شي اللي حفر شي حفره شي واحد تيطيح فيها. صدقوا هادوك اللي داروهم باش يكونوا جنود ليلهم ويستغلوهم صدقوا هما اللي ضايعين في هذاك. انا عليا هذا فيلم واعر. لا عاد واعر زوين. ماما راه فيا الجوع انايا. ما فهمتش بنتي والله ما فهمتش. والله حتى فيا الجوع عرفتي. عرفت. هادي خديتي مشكل صافي تعطلات. اوكي تاكلو مالك حبيبتي. هاني واش قلت لك انا باش نتعشى.
ولكن مشكل الله واحد ما كاين مشكل شفتي وقعه جميله ماشي ما تقدرش تاكل يا بنتي شوف ديك هي معلقه على الشهوه ديالك واخا ما عندها شي مشكل السكر السكر كيحيد من روحه اييه دير واحد المعلقه ديال السكر اللي دافيها. انا حتى الطيبه ما عجبتنيش ما عرفتش. ذوق كيفاش دايره واحد واحد والله العظيم شوف دابا واخا لي بان زيد فيها الملحه شاهدت لي فيها على هادشي اللي تدير لا 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 يصبنا واش دير لنا شي حاجه؟ اعوذ بالله. وديك فيها معلقة ديال سديدة قلت لك ما درنا شي حاجة كتسطى منها وقول لنا نصوب شعري لقاد هادشي اي دوقو اي دوقو لا من لا اي دوقو عاد معمر عمر صافي خرجي معي يلا طيح يلا طيح عطيك كنت بعدا نشوفو عادي قلت لك شي حاجه
كل خدش انت وقع تخيلي معايا سكينه طيبه اللوبيا في دارهم دارت فيها عرفتي شنو هذيك راه ماشي مالحه راه فيها الكرافس طيبتها بالكرافه هذه كنقول لك الطيبه ديالها ما طيبتها بالكرافس دارت فيها الملح 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 جيت نزلت عليها التحميره نزلت عليها الزيت عرفتي الصراحه هذاك اللوبيا نقول لك والله الا عداوك بهذا البيان ديالك والله تعرقت شوفي ندير انت شوف انا وقعت هذه قبيله يا ويلي تسقوفه تسقوفه والله هذه دات بيا وماشي داتها بك وهو انتم درتيوها القبيله وصلت انا غيز معاها والله تعبتي والله ما فخماي والله ما كاينش واش اللوبيا ديالك كي دايره لا هذه جاتني مسوسه اصلا جاتني مسوسه وانا وزيد على لا فيها الكرافس هذيك عندك لا مثل هذيك الوخا خليها لا 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 هذه زيد لي معاها هذه تولي زوينه انت بالكرافس زوينه كرافس والله العظيم الا عجبتني انا هي شويه انا زيدها شوي هي انا بالنسبه لي لي واحد الكاسونه خلط لي هذه مع هذه تولي هي وتبارك الله عليك قسما بالله دارت فيا صافي دابا انا قلت لك كليت كاسكوت معطر تاجي نرجع عندك دابا تشقمت لك شي كتي ملحه ما بقى ما تاكل نيش تجي الملحه ماما ماما شنو احساسك انت طيبتي طيب خايب والناس قالوا لك طيب خايب وانت انا ما الماء هبط لي على ظهري وحق الله الا الماء سنسول ظهري هبط منه حبابي الزوينين صراحه دارت معاك كي خاصكم تشوفوا نحاول سكينه في الموطا زومي في الرياكسيون ديال الفيزاج ديال ماما كيفاش دارت صراحه جوار مجرد تصوروا وليت حمقى كندوي بوحدي في الطنجره مع الطنجره زيد طبصيل وكبيته وبديت تندوي مع الطنجره تنقول يا عودي بالله ما انا ما درتش الملحه بزاف وكيفاش جات انت جوج صغار مالحه مره عرفتي شحال درت كلش هذه ما تقادش ما تقادش دوم حاول حاول تعطي الاداء تاكل شي حويجه صوب لا لي بات ولا صوب لا شي حاجه واخ حبايبي عيدكم مبارك سعيد يا ربي يدخل عليكم وعلينا بالصحيحه والسلامه وبالرزق والتيسير باش ما كتمنيو يا ربي امين حاولوا تابوناو لهاد السيده لانه كدير واحد المحتوى زوين ونقيقي وغتشوفوا داكشي الزوين ونقيقي ديالها الله يخليكم لينا والله يطولنا في عمركم ونخليكم مع بعضكم صيفطوا لها قول لها عطيت تيسع لخالد خميله ما تبقاش كيف هاد بحال هاد المسائل منين انت ما دارت لك شي حاجه هادي دابا صبله كبيره شوفوا ها باقي الامياء هابطه عليا ولكن خاصك تعرفي راه هاد الفكره اللي قالت لها واحد السيده من لي فان ديالها داكشي علاش نقول لكم دخلوا عندنا الانستغرام عطيونا الافكار الناس اللي ما كنجاوبهمش عطيني انا الافكار اللي ندير فيهم يعطيكم الرضا والست الانستغرامات ديالنا ديال خالتي ديال فائزه وديالي انا والحمد لله هو المقلب صدق كنتخيل بالضبط شكرا تسمحي لنا خالتي صراحه المقلب يقتل بالضبط على خالتك جميله صدق صدق معك تبارك الله عليكم اخوتي والى اللقاء خالتي نعيمه مرحبا بك انت معنا تبارك الله عليكم الحمد لله الفرصه الجايه ان شاء الله باي ما تنساونيش يا الحباب باش حتى انا نفدي ديك الشيء باي نبدا قولي كيف كانت البشر باسم رحيم الرحمن